خدنا في الحلقة الأخيرة أبراج هيئتها الشريرة وممكن تصرفات تدل إن هي شريرة، إنما من داخلها قلب خاصية طيبة قوي. فلقيت إن جمهور كبير قوي بيقول طب ما تعمل العكس، أبراج بيبان عليها طيبة إنما ما تحت السواهي دواهي. وعرفنا كده، هو ده بقى موضوع حلقتنا، يلا بينا. اهلا باجمل واطعم ناس في الدنيا، برحب بيكم. وجديد يعرفنا بنفسه رحب بيه، واللي ما اشتركش ده يشترك، ده المقدمه المعتاده. وتعالوا بينا نبتدي، احنا مش هنطول. هما 3 ابراج فقط لا غير، الموضوع مش كتير يعني. هما 3 اللي انت ممكن تشوفهم وغالبا كلنا بنشوفهم طيبين قوي وكيوت قوي، انما خلي بالك من جوه ممكن يكون حاجه تانية والقلب صعبه قوي. 3 بالترتيب، مين يتوقع الـ3؟ يعني الـ3 في رباعي خط النار او رباعي القمة، لان اللي ما جاش معانا في حلقة النهاردة ولا حلقة المرة اللي فاتت هي ابراج اللي بتشوفه من بره، هو تقريبا اللي من جوه. يعني لو انت شايفهم اشرار هم من جوه كده، ولو انت شايفهم طيبين هم من جوه كده. المهم ما علينا، تعالوا بينا نبتدي في المركز الثالث. مين توقع؟ حد توقع برج الحوت؟ شوف الصدمة بقى، أنا عايزكم تتصدموا، أنا عايز الجميع دلوقتي يتجنن من الصدمة. الحوت كلنا نتفق إن هو سلس جدا وطيب جدا، ويعني ولكن من جوه، وإذا حد جه عليه بقى حط لي بقى الشروط، الأسباب اللي ممكن تخليه شرير قوي قوي، خلي بالك فوق ما تتخيل. حد جه عليه، حد ضايقه، استفزه، تمادى في أذاه، صدقوني ممكن يكون أشر شخصية على وجه الأرض. ده بقى المفارقة الغريبة، ده بقى اللي انت تخلي بالك منه. لذلك كان في بعض القصص معروضة عليا، أتذكر الكلام بيجيب بعض، واحد متجوز أنثى حوت، فحاضر وطيب ونعم وسلسة، ففي رجال كده نرجسية، فتمادى وبدأ إن هو يظلم. في مرة كده أقسم بالله عملت فيه، يعني انا ما ينفعش، مش عايز اتطرق يعني، بس ادته حتة مهموز صح يعني. يعني طلع من نخشيشه وراجع بيقول ازاي ازاي ده كله كان جواها. ما انت لو سمعت الحلقة دي كنت عرفت واحترمت نفسك شوية. فبرج الحوت رجل او انثى معانا في حلقة النهاردة، وخلي بالك يبان طيب قوي ومن جوه ممكن يكون العكس. خلي بالك بقى، خلي بالك او خلي بالك اذا اضطريته انت كده قادر جدا على الاذية، وان هو يكون من اشد الابراج شرا. مين بقى توقع المركز التاني وكتب في التعليقات، لان انا مدمن قوي على قراءة تعليقاتكم، انا كده عندي الادمان ده. مين المركز التاني؟ الميزان الهوائي. الميزان عسل، حد هيختلف معايا لو نظف النية من جوه كده؟ يختلف ان الميزان ده عسل ولا؟ يعني حدث بقى واتكلم براحتك عن الانثى، وانا لو سرحت هعاكس انثى الميزان، خلي بالكم، فانا مش هسرح يعني وانا بتكلم، انما انا بتكلم لاجل التوضيح. حد يختلف ان البرج ده عسل، دمه شربات، كله جاذبية، مليان قبول وخفة دم وطعامه؟ لن نختلف، لن نختلف إذا كنا منصفين وحياديين، لن نختلف. بس تعالى بقى، قادر قادر جدا إن يكون من أشد الأبراج شرا على وجه البسيطة. وخلي بالك، أو خلي بالك، الـ3 اللي معانا في حلقة النهاردة بيعرفوا يلفوا ويدوروا، بيمثلوا يعني. لو حبوا يرسموا عليك الوش هيرسموا قوي، وهم بيتلذذوا لما يعملوا حاجة زي كده، اللزم الأمر. فخلي بالك من الميزان ولا تنخدع بكل الأشياء الجميلة اللي احنا قلناها دي. ولكن بطبع الأبراج دي، حتى الميزان يحب الحياة، وأبراج مش تقيلة على القلب وما تحبش المشاكل أو المشاكسة، إنما المشاكل إذا جات لحد عندها هتلاقيها موجودة. من المنطقي جدا ومن السهل جدا ان انت ممكن مع برج الميزان اذا اضطريته الظروف ان انت تشوف حاجة تانية اطلاقا ليها العجب، وتفضل ان انت تتندم ندم عمرك ان انت جريته لهذا المنعرج يعني، او لهذا الطريق. اذا الميزان في المركز الثاني، يعني من اكثر الابراج اللي شور يبان عليها ان هي سلسة وطيبة
وجميلة، إنما من جوه إذا اتدحرجت الظروف واتغيرت الأوامر وشوفنا نفسنا واتنططنا واتعوجنا، وارد جدا مع الميزان إن يظهر بقى الجانب الشرير الهادي بداخله، هيثور بقى في الوقت ده، واحنا هنا نتفاجئ، واحنا هنا نتصدم، واحنا هنا نقول ازاي. ما دام انت قلت كلمة ازاي، اعرف ان انت مع برج من التلاتة دول. ما دام انت قلت معقولة، اعرف ان انت برج في برج او بتتعامل مع برج من التلات ابراج دول. ده التالت وده التاني، مين بقى بيتصدر الابراج كلها في الموضوع ده؟ اكتر برج على الاطلاق ملامحه وطريقته واسلوبه وسيستمه يدل ان هو طيب، مفيش خلاف، طيب مفيش كلام اطلاقا. انما ممكن يطلع الجانب الشرير، وحينما يظهر الجانب الشرير هيكون من اشر الشخصيات، رجل او انثى، اللي ممكن انت تقابلها او تلتقي بيها في حياتك. حذاري ثم حذاري. البرج اللي بيتصدر معانا الابراج كلها في حلقة النهاردة، مين كتب وتوقع؟ السرطان المائي. السرطان المائي، اكرر تاني اهو، السرطان. شوف السندريلا، انسى برج السرطان، سندريلا في ارق ولا اطيب من السندريلا؟ تخيل دي بقى وقت اللزوم، وقت الفوران، هتتحول يعني هلاكو. انا بقول لك هتتحول، هتقولي انت يا ريت اللي جرى مكان. وحتى الكلام ده نصيحة لو انتوا اصدقاء، يعني انتوا اتنين بنات او اتنين رجالة، ما تنخدعش بالسلاسة لانها ممكن ما تدومش، ممكن لو انت ما تستحقش ما تدومش. التلات ابراج دول هم اكتر تلات ابراج في الابراج كلها ينطبق عليهم موضوع حلقتنا. انا عايز بقى نشير وندوس لايك، عشان انا عايز اعرف دلوقتي ارائكم في الحلقة، لان بنزل مباشرة اول ما الحلقة تنزل على التعليقات، اقرا كده واتابع. وانا عندي هوايه خاصه ان انا اتعرف عليكم من خلال ارائكم ووجهات نظركم. فعلا تكلم حتى ارائك من خلال اسلوبك، شخصيتك بتظهر وتبان. قنواتنا التانية، وبنعمل لايف امتى وفين؟ على الانستجرام تقريبا. اللي عايز بقى يحضر معانا وينضم معانا، ويعني كمان في تيك توك يشارك معانا، كل الروابط دي بتسأل فين، او تبعت لي رسالة. لو انت على اليوتيوب هتلاقيها في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك في وشك في خلقتك كده في التعليقات. اول ما تنزل بلاش صباعك يكون وجعك، وادخل اشترك وانضم لينا عشان تبقى معانا. واي حد غير محمد ابو زيد بتشوفوا حلقاتي عنده، ده نصاب، الغوا الاشتراك واوعوا ان انتوا تثقوا فيه اطلاقا. بحبكم جدا، هتوحشوني، والى اللقاء.